بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الآية أتى بها المصنف لبيان أهل الزكاة، والله عز وجل قد فصل أهل الزكاة في كتابه وهم هؤلاء الثمانية. وحينما أوردهم الله جل وعلا في كتابه أوردهم بصيغة الحصر، فقال إنما، وإنما من صيغ الحصر، وقد مر معنا بالأمس أن إن إذا دخلت عليها ماء الكافة كفت عملها وأفادت الحصر في معناها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز بذل الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكل أمر الزكاة لا لنبي ولا لغيره، وإنما فرضها الله في كتابه ثم تلا هذه الآية. إذن هذه الآية أصل لمن يستحق الزكاة، ولنأخذ هذه الآية على سبيل الإجمال والاختصار بما يسمح به الوقت. فقول الله عز وجل إنما، أخذنا منها أنه لا يجوز بذل الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، ولو كان ذلك أصلح في نظر بعض الناس أو أنفع في رؤية بعض المفتين، لأن الله عز وجل هو الذي بينها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكل تبيينها ولا تقديرها ولا محل صرفها لا لنبي ولا لغيره، فلا يجوز بذل الزكاة إلا في مصارفها الثمانية التي وردت في كتاب الله عز وجل. وقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، المراد بالصدقات هنا الزكاة. وقوله للفقراء، كلمة للفقراء أو حرف اللام للفقراء أخذ منه حكم مهم، أخذ من ثلاث أحكام لكن نأخذ منه حكما واحدا، وهو أن اللام هنا تقتضي التمليك. وبناء عليه أخذ العلماء من هذه الآية حكما، وهو أنه لا بد أن تكون الزكاة تمليكا، وبناء عليه إن لم تكن تمليكا فلا تصح الزكاة. وكيف تكون الزكاة من غير تمليك؟ قالوا بصورتين. الصورة الأولى إذا كانت إسقاطا فإن الإسقاط ليس تمليكا. صورة الإسقاط: زيد أقرض عمرا ألفا، وكان عمرو فقيرا، فجاء زيد وقال إنه قد وجبت علي زكاة بمقدار ألف، وعمر فقير وقد أقرضته ألفا، فسأسقط الألف التي في ذمته لي في مقابل الزكاة. نقول هذا إسقاط أم تمليك للزكاة؟ إسقاط لما في الذمة، إذ التمليك لا بد أن ينشئ التمليك من حين الإرادة. والزكاة في قول أكثر أهل العلم لا يجوز ولا تصح أن تكون إسقاطا، بل يجب أن تكون تمليكا. دليله قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وهذا الاستنباط من ذكره الزمخشري وتبعه عليه الفقهاء جميعا، في أغلب كتب الفقه ينقلون كلام الزمخشري إقرارا له. من صور فقد التمليك وعدمه قالوا إذا كان بذلا للمنفعة دون العين. شخص عنده زكاة بمبلغ 100,000، فقال بدل ما أعطي الفقراء 100,000 يأكلونها، لما لا أجعل هذه 100,000 في عين تغل لهم شيئا ينتفعون به، أجعلها لهم في مزرعة تغل لهم زرعا، أجعلها لهم في مستشفى يغل لهم دواء، وهكذا. نقول لا يجوز، لأن الصدقة يجب أن تكون تمليكا. فإن قال امرؤ فإن في الثاني وهو المنافع مصلحة، نقول نعم مصلحة، لكن لو جعلنا كل مصلحة تبذل من الزكاة لامتنع الناس من الصدقات، فجعلوا جميع صدقاتهم من الزكاة، بنوا المساجد من الزكاة، أعطوا آباءهم وأمهاتهم من الزكاة، جعلوا الأوقاف من الزكاة،
ولكن الله عز وجل ضيق باب الزكاة رحمة بالعبد ليبذل صدقات أخرى من أوقاف وغيرها من أمور أوجه البر. إذن لا بد أن تكون تنبيكا. وقوله جل وعلا للفقراء والمساكين، هذان الوصفان أتى بهم الله عز وجل للدلالة على المغايرة، لأن بعض أهل اللغة قال وهم الأكثر إن الفقراء هم الأشد، وقيل العكس إن المساكين هم الأشد. والله عز وجل عندما أتى بهذين اللفظين على سبيل العطف دلنا ذلك على أن كليهما مستحق للزكاة، الفاقد للكل والفاقد للبعض. ومن الفقير والمسكين؟ نقول إن الفقير هو من فقد واحدا من أمور خمسة، والمسكين هو من كان عنده نقص في واحد من أمور خمسة، بناء على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وما هي الأمور الخمس؟ أول هذه الأمور الخمس الطعام والشراب، فكل من فقد الطعام والشراب أو بعضه فإنه يسمى فقيرا أو مسكينا، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملة. الأمر الثاني قالوا الكسوة، فكل من لم يجد كسوة أو فقد بعضها فيجوز أن يعطى من المال ما يشتري به كسوة كسوة سنة كاملة. كان بعض أهل العلم قديما يقولون إن في السنة كسوتين للشتاء والصيف، وأما الآن فقد اختلف العرف والحال. أما الحال فإن أقبشتنا تهترئ بسرعة، وأما الحال فأحوال الناس اختلفت، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم والفضل. فالمقصود أن العبرة بضبط الناس وعرفهم وعادتهم، فيعطى من الزكاة لأجل الكسوة. الأمر الثالث من النقص أو الفقد قالوا فقد المسكن، فمن لم يجد بيتا يسكنه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة كراء. وأسأل ما معنى الكراء؟ ما معنى الكراء؟ أبو غترة الذي إيش معنى الكراء؟ الذي خلف صاحب الغترة، خلف صاحب الغترة، خلف صاحب الغترة، في بيت شعر جميل يقول يا قبل قبل القبل لا قبل قبله، ويا بعد بعد البعد والبعد داهر. من المراد؟ من المراد؟ من المراد؟ الله جل وعلا، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. وكلام الله عز وجل أبلغ من كلام هؤلاء الذين كرروا الكلم. ما معنى الكراء؟ الإجارة. إذن إنما يعطى من الزكاة الإجارة، أجرة سنة كاملة، يعطى أجرة سنة كاملة، يعطى أجرة بيت يسكنه مثله، كانت عائلته كبيرة يعطى بيتا كبيرا، إخوته وأبناء عمه والمتوسطون من قرابته، ما هو نوع البيت الذي يسكنونه يعطى كراء بيت يسكنه أمثاله. فيختلف الناس بالبلدان وفي الأزمان وفي الأحوال. الأمر الرابع من الأشياء التي يعطى من الزكاة فيها للفقراء والمساكين قالوا النكاح، فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه فإنه ولم يجد مالا فإنه يعطى من الزكاة ما يعف به نفسه مهرا. ومؤنة الزواج المعتادة لا المبالغ فيها من الولائم، هذه المبالغ فيها فإنه قد نهي عنها، والمنهي عنه لا يعطى له الزكاة. وقلنا إنه ليعف نفسه أو لحاجته، بعض الناس ليس له حاجة في النساء لكنه محتاج المرأة للخدمة، يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك. طيب، لو أن امرأة تزوج امرأة وقال أريد أن أتزوج ثانية وليس عندي مال، أن أعطيه المهر من الزكاة أم لا؟ إذا كان محتاجا نعطيه. طيب، لو أن عنده زوجتان وكان محتاجا لثالثة، الأولى والثانية كلاهما مريضة، يقول الأولى مريضة والثانية مريضة، هل يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ليتزوج ثالثة؟ نعم. لو أنه عنده ثلاث نسوة وكلهن مريضة
وأراد أن يتزوج رابعة ليعف نفسه، نعطيه من الزكاة أم لا؟ نعطيه الرابعة؟ نعطيه الرابعة، أربع مرات يأخذ الزكاة. لو أن عنده أربعا وقال ما يكفيني أريد امرأة، نقول له تعال ونوصيك بكثرة الصوم، فإن الصوم وجاء، فلا يعطى من الزكاة أكثر من ذلك، لأن لا يجوز الزيادة على أربع. إذن الأمر الرابع أو الثالث، هذا الرابع هو قضية النكاح، فيجوز أن يعطى المهر الواجب المعتاد ومؤنة النكاح المعتادة دون ما فيه مبالغة من الولائم الزائدة. الأمر الخامس، من فقد أو نقص عنده ضروريات الحياة، وضروريات الحياة كثيرة جدا ومتعددة، ولا يمكن ضبطها لأنها تختلف من وقت لوقت ومن زمان لزمان. فعلى سبيل المثال، عندنا هنا في مكة البلد حارة جدا جدا مكة، والناس قد تركوا البيوت القديمة من الطين ومن اللبن ومن الشعر ومن الحجارة، فإن الحجارة يدخل فيها الهواء أحيانا، وسكنوا هذا الإسمنت والمسلح، فالحر شديد جدا، ولا يمكن أن يسكن الواحد في مثل هذه الأيام إلا بمكيف. فنقول إن التكييف أو المروحة أو البراد للأكل وهو الثلاجة يعتبر من الضروريات للبلاد الحارة كمكة شرفها الله، فحينئذ يجوز بذل الزكاة لأجلها. العلاج، فقهاؤنا يقولون العلاج ليس ضرورة على مشهور المذهب، ليس ضرورة، فلا يباح بذل الزكاة لأجل علاج المريض، بناء على أن العلاج على المذهب ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو دائر بين الإباحة وبين الندب، وما دام ليس بواجب فلا تبذل فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بشرط أن يكون العلاج لأمر ضروري لا تحسيني، لكن نمشي أذكر لكم الخلاف إشارة وأذكر لكم المعتمد الأول. نعم، قال والعاملين عليها، والعاملون عليهم السعاة، بشرط أن يكونوا نوابا عن بيت مال المسلمين. وأما الذين يأخذون الزكاة ويفرقونها ولم يكن نوابا عن بيت مال المسلمين فليسوا عمالا، وإنما هم وكلاء، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا. بعض الناس يكون محسن يقول عندي فقراء أعطني المال، أنت لست عامل، أنت وكيل، وبناء عليه لا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة شيئا. الأمر الثاني أنها إذا ترفت الزكاة في يدك، فإن كان بتفريط من هذا الوكيل ضمنها، وإن لم تكن بتفريط ضمنها باذلها الأول. وأما إذا أعطيتها العامل وهو نائب بيت مال المسلمين فإنها إذا تلفت في يده برئت مطلقا. إذن فرق بين العامل والوكيل، وبعض الناس قد يتوسع ويظن أن الوكيل هو العامل وليس كذلك. قال والمؤلفة قلوبهم، وهم أنواع، منهم الكفار الذين يكونون سادة في أقوامهم، لا مطلق الكفار، الذين يكونون سادة فيعطون المال ليتألفوا للإيمان، أو يعطوا المال ليكف شرهم، فيجوز إعطاء المال لرؤوس الكفار لكف شرهم عن المسلمين. وهذا قد يوجد في بعض الأزمان وقد صار قديما، يعطون من الزكاة، يبذل الزكاة لهم لكف شرهم. النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم من المؤمنين إذا كانوا خوارج أو بغاة، فيقولون إن هؤلاء ليكف شرهم عن الناس يجوز بذل المال إليهم لكف الشر. قال والغارمين، والغارمون نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فأما الغارم لحظ نفسه فهو الذي عليه دين، فإن من عليه دين يجوز أن يعطى من الزكاة سداد دينه، لكن بشروط، وانتبه لهذه الشروط فإنها مهمة. أول هذه الشروط أن يكون الدين حالاً مطالباً به، وبناء عليه فلو كان الدين مؤجلاً فلا يعطى له الزكاة. وبعض الناس يقول أخي عليه أقساط للبنك، قرض البنوك، فهل أعطيه الزكاة؟ نقول لا، لأنها مؤجلة وليست بحالة. الشرط الثاني أن يكون عاجزاً عن سداده، بمعنى ليس عنده من المال ولا من العروض ما يقوم، ما يستطيع به السداد. بعض الناس عنده مال لكن لا يريد تسهيله كعقار وأسهم وغيره،
فنقول لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، أو عنده بيت يزيد عن حاجته بكثير يستطيع أن يبيع بعضه، فنقول لا يجوز أن يعطى من الزكاة، إذن لابد أن يكون عاجزا عن سداده، ليس عنده مال يسدد به. الشرط الثالث وهذا مهم، أنه لابد أن يكون الدين لحاجة. وأما إذا كان الدين لحرام أو كان الدين لمباح فإنه أو مكروه فلا يجوز سداده من الزكاة، وهذا الشرط مهم. وكثير من الناس يبذل ماله لمدين ولا يتأكد من سبب دينه، لابد أن يكون لحاجة، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يسكن، أراد أن يتزوج، عليه غرم، جاء حادث أو دية فسددها من دين، فيجوز إعطاؤه سدادا لدينه من الزكاة. هذا الغارم لحظ نفسه. الغارم لحظ غيره هو الذي يبذل المال للإصلاح بين الناس، وكان وقت بذله المال ناويا الرجوع، وأما إن كان ناويا التبرع فلا يأخذ من الزكاة شيئا. قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أمران اثنان فقط ولا يزاد عليهما. الأمر الأول المجاهد الغازي فهو الذي في سبيل الله، والثاني من لم يجد الحج والعمرة فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر الحجة الفريضة عليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله لما قرأ هذه الآية، فدلنا على أن من لم يجد مؤنة يحج بها ويعتمر فإنه يجوز بذل الزكاة إليه ليحج بها ويعتمر فيدخل في مصرف في سبيل الله. قال وابن السبيل وهو الذي ينقطع به الطريق ولا يجد ما يرجع به إلى أهله فيعطى من الزكاة ما يرجع به. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم. نعم، هذا الجائز، والأفضل أن يوزعها على أكثر من صنف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، قوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصرف ترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية. الحكم الثاني أن هذا الحديث أخذ منه فقهاؤنا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد الذي وجد فيه المال، إذ الزكاة متعلقة بالمال لا بالبدن. دليلهم حديث معاذ، ويشهد له ما جاء في بعض طرقه عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إليه. ولا تحل الزكاة لغني. الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة إلا أن يكون غارما لحظ غيره، أو أن يكون من العاملين، أو أن يكون غنيا في بلده وكان من أهل السبيل. ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب ولو كان فقيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل للغني ولا لفقير ولا لقوي مكتسب. ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. نعم، ولا لآل محمد لأنهم من كرامتهم لا يعطون من الزكاة. وهل يجوز إعطاؤهم من الصدقة؟ المشهور نعم، يجوز إعطاؤهم من الصدقة، مطلق الصدقة، وإنما يحرم عليهم الزكاة فقط. والمراد بآل محمد بنو هاشم ومواليهم، وأما بنو المطلب فليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، وهم أصوله وفروعه وزوجته والزوج كذلك، وإن لم تكن النفقة واجبة على الزوجة فإن الزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الصدقة التي هي الزكاة. وأما حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود فقد حمله فقهاؤنا على أنها صدقة التطوع لا زكاة المال. نعم. ولا لكافر. الكافر لا يجوز إعطاؤه من زكاة المال إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيره. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أو أفضل درهم تتصدق به درهم تضعه في أهلك. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، أنفع نفعا عاما أي لعموم الناس، أو أنفع نفعا خاصا بأن تكون أنفع لزيد أكثر من نفعها لعمر، فإنها تكون أفضل وأكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يأخذ الصدقة أو الزكاة إذا لم يكن من أهلها،
وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم، عندنا مسألتان، عندنا مسألة الأخذ وعندنا مسألة الطلب، فرق بين الثنتين. الطلب مكروه مطلقا، أن المرأة يطلب ولو كان محتاجا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم، وأعني بالصحابة هنا كبارهم، حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام والهجرة وغيرها، ثم والنصرة وغيرها لأنهم كانوا أنصارا، قال الراوي: فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم يسمعه إلا القريبين منه، وهؤلاء القريبون منه غالبا ما يكونون كبار الصحابة. قال: فسألت عنها، قال: فإذا فيها وألا تسأل الناس شيئا. ولذلك كان كبار الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره يسقط صوته وهو على ظهر بعير فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. ولذا فإن عدم السؤال من كمال التوكل على الله عز وجل، ومن كمال إحسان العبد لنفسه. ولذا فإن العلماء كرهوا السؤال مطلقا، لا تسأل الناس شيئا، لكن إذا كان المرء محتاجا فيجوز له السؤال، لأن عندنا قاعدة مشهورة جدا أن كل كراهة ترتفع عند الحاجة. طيب، هذا ما يتعلق بالكراهة، الذي ما يتعلق بالسؤال. أما من اعتبار أخذ المال، فالصدقة يجوز أخذ المال فيها مطلقا حيث بذلت لك، والزكاة لا يجوز لك قبولها إلا أن تكون من أهلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الناس من أوساخ الناس وأموالهم شيئا. إذن فقوله ما جاءك من هذا المال محمول على ما كان من بيت مال المسلمين وما كان من أحد الناس صدقة. قال: وأنت غير مشرف، أي غير مشرف النفس متطلع إليه، ولا سائل، أي طالب، وتقدم الحديث عن الطلب، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا هو كمال التوكل على الله عز وجل. لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. إن بعض الناس كثيرا ما تشرف نفسه لما في أيدي الناس، رأى زيدا كسب وظيفة، ورأى عمرا ربح في تجارته، ورأى ثالث تحصل له عمل لم يتحصل له، فتجده إذا علم بخبر ذاك أقل أحواله أنه تجد يفكر في هذا الكسب الذي كسبه الثاني، وهذا عدم دليل على عدم نقاء قلبه. فإن زاد عن ذلك بأن سعى أن يبعد النعمة عن غيره فذاك قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم، وإن سعى أعوذ بالله بأمر محرم فذلك أشد، وهذا فيه درجات. نعم. كتاب الصيام. نعم، شرع المصنف بعد الحديث عن أحكام الزكاة بأحكام الصيام، والصوم عبادة بدنية جاء ذكرها في الحديث بعد الزكاة، فقال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات. نعم، فقوله كتب هنا بمعنى فرض، فرض ووجب عليكم، فهو فرض على الأعيان. ويجب صيام رمضان على كل مسلم. نعم، على كل مسلم، لأن غير المسلم لا يصح منه، لأن نيته باطلة وملغية، ومع أنه مؤاخذ على ترك صيام رمضان. بالغ. نعم، بالغ، لأن غير البالغ ليس بمكلف فلا يكون عليه إثم، وأما الصحة فتصح من المميز، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أولادهم الصيام من شرط لزوم الصوم ووجوبه البلوغ، وأما صحته فيشترط التمييز. عاقل. قال عاقل: لأن المجنون وما في معناه كمسلوب العقل وفاقده فإنه يكون لا نية له، ومن شرط الصوم النية، من شرط الصوم النية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأما الصبي فإن كان دون سن التمييز فلا نية له، وإن كان فوقها فإن له نية ناقصة، ولذا لم يجب عليه الصوم ويصح منه. وهذا معنى قول بعض الفقهاء: إن الأهلية نوعان، أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. قادر على الصوم. نعم، قوله قادر على الصوم، بعض العلماء يتجوز فيجعل ذلك شرطا، وبعضهم يكون أدق تعبيرا فيجعل القدرة على الصوم مانعا ولا يجعله شرط. والفرق بين كونه مانعا وبين كونه شرط
أن الشرط إذا انتفى لم يجب الفعل، وأما المانع إذا وجد فإنه ينتقل إلى البدل. وعدم القدرة على الصوم لا يسقط الوجوب، بل إنه يجب عليه بدله، وبدله هو الإطعام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى العموم فقد ذكر بعض أهل العلم أن مصطلحات الأصوليين يتجوز فيها الفقهاء كثيرا، ومنها هنا فإنهم يجعلون كثيرا من الأسباب والموانع يجعلونها شروطا. برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، قال برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا الحديث أريد أن تنتبهوا لي في معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال فصوموا في دخول الشهر، وإذا رأيتموه فأفطروا أي في خروجه، فإن غم عليكم قال فاقدروا له. قوله فاقدروا له معناه فضيقوا له، فضيقوا له، فالضمير يكون عائدا إلى شعبان، أي فضيقوا شعبان، هذا معنى الحديث. وبناء عليه فإننا نحكم بأن رمضان لا يدخل إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وسيأتي ما يتعلق بقدروا له في الحديث الثاني. وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. قال وفي لفظ فاقدروا له 30، أي فضيقوه إلى 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، واللفظ الأخير عند البخاري. وهذا اللفظ قال جمع من الأئمة كأحمد إن فيه لفظة مدرجة، إذ الحديث فأكملوا العدة 30، وإنما زاد بعض الرواة لفظ شعبان، والمعنى الصحيح أن المقصود فأكملوا العدة، أي فأكملوا عدة رمضان 30، هذا الذي رجحه أحمد. هذا الكلام ينبني عليه حكم مشهور جدا وهو من مفاريد أحمد، وهو مسألة صوم يوم الشك. نحن قلنا إن رمضان نحكم بدخوله بأحد أمرين فقط، وهو إتمام العدة 30 يوما أو رؤية الهلال. لو أن الناس تراءوا الهلال ليلة 30 وكان الجو صحوا فلم يروا الهلال، نقول نجزم أن هذا اليوم من شعبان ويكره صومه، ويكون رمضان اليوم الذي بعده. هذا اليوم يوم 30 من شعبان إذا تراء الناس فيه الهلال ولم يروه لأجل غيم أو قتر، شوف الفرق بين الثنتين، فلم يروه لأجل غيم أو قتر، فقد ذكر فقهاؤنا أنه يشرع صوم هذا اليوم، وهو صوم يوم 30 من شعبان حال وجود الغيم والقتر، لأجل الحديث فاقدروا له أي ضيقوا له، ولأنه ثبت عن 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كبارهم عمر خليفة المسلمين وابنه عبد الله، من كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في صغائر الأمور قبل كبارها، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرف بطائن أمره وحاله في بيته، ثبت عنهم أنهم كانوا يصومون يوم الشك حال وجود الغيم والقتر. وبناء على ذلك فإن صيام هذا اليوم مشروع، فيكون دائرا بين الإباحة والندب، بين الإباحة والندب، وقيل بالوجوب عند بعض المتأخرين، ولكن الأقرب أنه دائر بين الإباحة والندب. وأما إن كانت السماء صحو فإنه منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل. نعم، لهلاله أي لهلال رمضان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعتين أنه أدخل الشهر برؤية رجل واحد، مرة برؤية أعرابي ومرة برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم، لأن باقي الشهور هو من باب الشهادة، وأما في رمضان فإنه من باب الإخبار. ويجب تبيت النية لصيام الفرض، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والنية قلنا إنها شرط، فيجب أن تكون موجودة
في اليوم كله، أي في الوقت كله، ويجوز أن تتقدم عليه. والتقدم في رمضان في الليل، فيجوز أن يبيتها من الليل، من أول الليل إلى منتهى. وأما قبل ذلك فلا يصح التبيت، فلا يجزئ التبيت. فلو بيت من اليوم النهار الذي قبله فلا يكفي، إلا أن يكون مستصحبا للحكم كشهر رمضان. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيقول: أعندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن لم يقولوا قال: إني صائم. وقول المصنف بنية من النهار تشمل النهار كله، أي قبل الزوال وبعده. والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهم الفطر والصيام. نعم، هذه المسألة تقدمت معنا. فأما المريض فيجوز له الصوم، بل العلماء يقولون يكره له الصوم إن كان يضره، فالأولى له والأفضل أن يفطر. وأما المسافر فقد مر معنا في درس الأمس أنه يشرع له، يباح له الصوم، وأن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد ابتدأ الصوم حال إقامة ثم سافر، فحينئذ يجوز الفطر بما يستوي فيه الأمران. والحالة الثانية أن يكون قد ابتدأ، أن يكون ابتداء الصوم حال سفره، بأن يطلع عليه الفجر وهو مسافر. فالمعتمد عند فقهائنا أن الأفضل في حقه أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل في حقه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وثبت أن صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، فصام الصوم الأول لأنه ابتدأ مقيما، وفي آخر المدة لما ابتدأ اليوم وهو مسافر. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. نعم، يحرم عليهم الصيام ولا يصح منهما، وعليهم القضاء لحديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهما تأخذان حكم المريض. وأما إذا أفطرتا خوفا على والديهما، كيف تخاف المرضع؟ كثير من النساء إذا صامت جف ثديها ثم انقطع لبنها، فلا يستفيد ولدها من اللبن ولا يرتضع. نقول إن لمصلحة الولد أن ترضعه حولين كاملين، بل قد نص العلماء على لزومه عليها إن استطاعت. والحديث البخاري فيه وعيد شديد على تركها الرضاعة، فدلنا ذلك على أنه يباح لها أن تفطر لأجل إرضاع ولدها أو لأجل مصلحة حملها لكي لا يسقط. لكن إن أفطرت لمصلحة غيرها فإنها تفطر هذا اليوم وتقضيه بعد ذلك، وتطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه نسخت في غير حق المرضع والحامل كما قال الصحابة كابن عباس وغيره. لكن يجب أن يطعم عن كل يوم تفطرانه مسكينا، والقاعدة في الإطعام أنها نصف صاع من المطعومات إلا البر، فإنه يبذل ربع صاع وهو المد. من الذي يجب عليه أن يخرج الكفارة؟ تجب الكفارة على من تجب نفقة الولد، فإن كان أبوه حيا فالنفقة على أبيه، وإلا على جده أو أخيه ممن تجب عليه النفقة، لأن الكفارة لزمت لمصلحة الولد، فتجب على من تجب عليه كفارة نفقته. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، أما الذي لا يستطيع الصوم مع بقاء عقله وكان المانع من صومه مستمرا لكونه كبيرا في السن أو مصابا بمرض لا يرجى برؤه من الأمراض التي قرر الأطباء استمرارها ومنع من الصيام إما لضرر على نفسه أو لزيادة مرضه أو خشية لورود مشقة كبيرة عليه فيه كما تقدم، فإنه يجوز له أن يفطر من غير إثم، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع إلا من البر فمد. ومن أفطر فعليه القضاء فقط. قوله ومن أفطر يشمل من أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر، فإنما يجب عليه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة، هذا هو الأصل. إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. نعم، هذه الجمل التي أوردها المصنف من الجمل المهمة، وهي المفطرات. هذه هي المفطرات، هذه هي التي تفطر الصائم. أولها الأكل، والمراد بالأكل والشرب أمران:
الأمر الأول كل ما دخل إلى جوف الآدمي من الطريق المعتاد وهو الفم والأنف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير الطريق المعتاد إذا كان مغذيا، وهذا التفسير هو على الرواية الثانية التي رجحها المصنف عليها الفتوى. إذن الطريق المعتاد ما هو؟ الفم والأنف. فكل شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف يكون مفطرا سواء كان مغذيا أو غير مغذ. فإن دخل شيء إلى الفم ثم مجه قبل أن يصل إلى حلقه يفطر أم لا؟ ما رأيكم؟ لا يفطر. لماذا؟ لأننا قلنا لكم بالأمس إن تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف، فوجب غسله ولا يفطر ما وصل إليه، وكذلك نقول في الأنف. طيب إذا دخل شيء من غير طريق المعتاد، أي من غير طريق الفم والأنف، كالعروق والعين والأذن وغيرها، فعلى المشهور إذا وصل إلى الحق أفطر، وعلى المفتى به وهو الذي يمشي عليه المصنف والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر إلا إذا كان مغذيا، إلا إذا كان مغذيا. فهذه الإبر لا يفطر المرء يعني أخذها إلا إذا كانت الإبر مغذية. قال أو قيء عمداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والمراد بالقيء هو أن يخرج من جوفه ويصل إلى الظاهر بمعنى الفم، فلو خرج إلى الفم ثم ابتلعه فقد أفطر بسببين، بسبب تعمده القيء وبإدخال شيء إلى جوفه. ولذلك فإن القيء إذا وصل إلى الفم وجب إخراجه للاستقذار. قال أو الحجامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في أن الحجامة تفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوب. وما هي العلة في تفطير الحجامة؟ قولان، المشهور أن العلة تعبدية، فكل فعل يوصف بأنه حجامة فإنه يكون مفطرا لصاحبه ولو كان بآلة. فإن الحاجم إذا حجم بآلة كهربائية وغيرها فإنه يفطر بذلك لأن العلة تعبدية، هذا هو قول فقهائنا، قالوا لم نجد علة. والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن العلة فيها إخراج الدم، إن العلة فيها في تفطير المحجوم هو خروج الدم الكثير قصدا، فإذا تعمد المرء خروج دم كثير قصدا أفطر، وإن تعمد خروج دم قليل قصدا لم يفطر، وإن خرج دم كثير بلا قصد لم يفطر. وأما الحاجم فالعلة فيه أن يمص الدم، فإن مص الدم مظنة لوصوله إلى حلقه فنزلت المظنة منزلة المئنة، وبناء على ذلك فإن الفاصد على المشهور وهو القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر، والمفصود على القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني يفطر إن خرج دم كثير، ومثله أيضا في التبرع بالدم. نعم. قال أو إمناء بمباشرة، فالإمناء وهو تعمد خروج المني مفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشهوته، وقضاء الشهوة يكون بثلاثة أشياء، بالجماع وبالإمناء وبالإمذاء. والإمناء وهو نزول المني يكون مفطرا إذا كان بمباشرة، لأن نزول المني له ثلاثة أسباب بفعل الآدمي، إما بمباشرة وفي معنى المباشرة الاستمناء باليد، أو يكون بتكرار نظر، أو يكون بتفكر. فمن أمنى بسبب تفكره لم يفطر لأن التفكر ليس بيده، ومن أمنى بسبب تكرار نظره لم يفطر كذلك لأن النظرة الأولى قد تكون هي السبب، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى فقال الأولى لك والثانية عليك. ومن أمنى بمباشرته فإنه يفطر، هذا ما مشى عليه المصنف. وأما المشهور فإنهم يفرقون بين المذي والمني، فيرون أن المني يفطر بتكرار النظر وبالمباشرة، والمذي لا يفسد إلا بالمباشرة فقط. نعم.
إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، هذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. وفي لفظ في خارج الصحيح قال: وأهلكت. نستفيد من الرواية الأخرى وجوب الكفارة على المرأة. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على زوجي على امرأتي في نهاية رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. فدل ذلك على أن الكفارة على التتابع، فمن عجز عن الأولى انتقل إلى الثانية. وفي هذا الحديث حكم، وهو أن كفارة الوطء في نهار رمضان تسقط بالعجز عنها. خذ قاعدة: كل الكفارات بلا استثناء من عجز عنها فإنها تبقى في ذمته لحين القدرة عليها، إلا كفارتان. الكفارة الأولى هذه، وهي كفارة الوطء في نهار رمضان. الذي يأتي لي بالكفارة الثانية فسأعطيه جائزتين، جائزة مني وجائزة من الإخوة. ما هي الكفارة الثانية التي تسقط عند العجز عنها؟ ما تشتقون؟ لا، اليمين. الله يهديك. نعم؟ لا، أحسنت. أما جائزة الإخوة فإذا جاءوا بعد قليل تأخذها منهم، وأما أنا فإني سأدعو لك من أمام البيت فأقول: جزاك الله خير. فأسأل الله عز وجل أن يوفقك لكل خير. كل الكفارات من عجز عنها تبقى في ذمته لحين القدرة عليها ببدنه أو بماله، إلا كفارتان إذا عجز عنهما سقطتا، فإن قدر بعد ذلك ببدنه أو بماله لم تجب عليه ولم يفعلهما. أولى الكفارتين هذه، وهي كفارة الوطء في نهار رمضان، لأن هذا الرجل جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فملكه إياه، فقال: إني أحتاجه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه مع أنه يزيد عن حاجته، فدل على أنها سقطت عنه بعجزه. الكفارة الثانية الوطء في الحيض، فإن من وطئ امرأة في حيضها في إقبالها أو في إدباره في حمرته أو كدرته أو صفرته أو سواده فإنه تجب عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار. وقلنا إن الدينار يعادل كم؟ 4 جرامات وربع. نسينا، ما لنا نص ساعة قايلينها، وربع. فيتصدق بها أو بنصف دينار، هو مخير، أنت مخير، لا نقول فرق بين الإقبال والإدبار. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم، قبل هذه في قوله فإطعام 60 مسكينا، العدد مقصود، فيجب أن يعطى 60 مسكينا، لأنه يقصد أن يتعدى للـ60، إلا إذا كانت البلد التي هو فيها لا يوجد فيها هذا العدد، فإنه يعطى من في البلد طعمة 60، كأن يكون في البلد 30 مسكينا فقط، فيعطى كل مسكين طعمتين، ولا يلزمه نقل الكفارة خارج البلد. طيب، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا يدلنا على أن النسيان يعذر فيه في مفطرات الصيام، سواء كان الصوم صوم فريضة أو كان الصوم صوم نافلة، لا فرق لإطلاق الحديث. عندنا فقط صورة مستثناة عند بعض أهل العلم، وهو الجماع. بعض أهل العلم يقول إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، وعلتهم في ذلك ظاهر الحديث، حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل هل كان ناسيا أم ذاكرا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأن الجماع من أفعال المشاركة، ويبعد أن الاثنين كلاهما يكون ناسيا. ومن جهة ثالث ومعنى ثالث قالوا إن الشرع عد الجماع إتلافا، ولذلك فإن من وطئ امرأة لا تحل له فإن لها حق الأرش، لأنه حكم الإتلاف. فحينئذ الإتلافات لا يعذر فيها بالنسيان، هذا هو مشهور قول الفقهاء المتأخرين. ولكن الذي عليه الفتوى وهو الذي مشى عليه المصنف في غير هذا الموضع أن النسيان مسقط أو لا يكون مفسدا
للصوم إذا فعل معه المرء أي من المفطرات ولو كان الجماع، ولكن المرء يدين في ذلك. نعم. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. نعم، فالسنة أن المرء يعجل الفطر ولا يؤخره، ولو بالنية، ولو أن ينوي الفطر بنيته، ولكي لا يشابه أهل البدع الذين يقولون لا نفطر حتى تظهر النجوم في السماء. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، لأنهم إنما فعلوا ذلك التزاما للسنة. وهذا يدلنا أيها الأفاضل أن الناس بخير ما دامت السنة ظاهرة بينهم، السنة في السلوك، السنة في أعمالهم، السنة في أفعالهم ودلهم وصدقهم، السنة في أفعال قلوبهم، السنة في اعتقادهم. السنة لا تزال إذا كانت ظاهرة وكانت بينة فالناس بخير. وإذا رأيت بلداً خفيت فيه السنة أو مجتمعاً تركت فيه السنة فإن هذا علامة نقص فيه. ولذا احرص على السنة في نفسك وفي أهل دارك قدر استطاعتك، فإن هذا علامة الخير. نعم. طبعاً زيادة الفائدة، زيادة ما عجلوا الفطرة ثابتة في الصحيح، وأما زيادة وأخروا السحور فلا تصح. وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره عليه الصلاة والسلام، وقدر ذلك بالآي، وقدره بعض الشراح وهو بدر الدين العيني بأقل من 10 دقائق بعد إنهاء فطوره، بعد إنهاء سحوره إلى حين أذان طلوع الفجر. نعم. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم، قال: تسحروا فإن في السحور، أي في طعام السحر، بركة، وهذا من الطعام المبارك. والبركة تكون في الطعام في أشياء، منها في كيله، ومنها في كثرة الأيدي عليه، ومنها في وقته، فإن أكلة السحر فيها بركة. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة. نعم، هذا يدل على أن أفضل ما يفطر به التمر، فإن لم يكن فالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. نعم، هذا يدل على أن من ألزم ما يجب على الصائم أن يحفظ صومه، فيحفظ لسانه وبصره ويده عن الحرام. وقد جاء عند ابن بالدنيا أن امرأتين جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم. وبناء على ذلك فإن من لم يحفظ صيامه فإنه قد يفقد أجر الصيام، يفقد أجر الصيام كله ولا يؤجر عليه شيء كما هو في ظاهر هذا الحديث أحيانا، ولكن يسقط عنه إثم الترك. نعم. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صوم نذر، لأن الحديث جاء في صوم النذر. ولذا قال الإمام أحمد وأبو داود لما روى الحديث في السنن قال هذا الحديث في النذر خاصة. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الصيام المندوب، ومن أفضله صيام يوم عرفة. وصوم يوم عرفة مشروع باتفاق أهل العلم لفعل الصحابة له كابن عمر وغيره رضي الله عنهم، والحديث الذي فيه هو في مسلم ولم يصب من أعله. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعم، هذا الحديث مثل الحديث السابق وحديث أبي قتادة في مسلم، فصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وأما صوم يوم عرفة فيكفر سنتين. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وهذا يدل على استحباب صوم يوم الاثنين. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم في استحباب صوم 6 من شوال لمن صام شهر رمضان كاملا، فيأتي بالقضاء إن كان فقد فاته منه شيء ثم يصوم 6 بعده. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. نعم، هذه تسمى الأيام البيض وهي مستحبة كذلك. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والنهي هنا نهي تحريم، فلا يجوز صومها ولا يجزئ عن صوم كفارة ولا قضاء ولا غيره. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، وأيام التشريق محرم صومها وهي 3 أيام، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ويحرم صومها إلا لشخص واحد، وهو من كان قد أحرم بالحج متمتعا أو قارنا ولم يكن معه هدي
ولم يصم ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة أو يصومها قبل يوم عرفة، ودليل صيام حديث من أو قول ابن عمر وعائشة. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، هذا الحديث عليه يدلنا على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا الحديث محمول عند أهل العلم على الكراهة دون التحريم لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، والمحرم لا يصام لا على سبيل الإفراد ولا على سبيل التبع. والأمر الثاني أن صوم يوم الجمعة يجوز مفردا لمن وافق صومه، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام. فدلنا ذلك على أن إفراد هذا اليوم وقصده ليس محرما، وإنما هو مكروه، وترتفع الكراهة بأمرين: إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يكون ذلك من عادته لمن صام يوما وأفطر يوما. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم، أورد المصنف هذا الحديث سببين: لفضل صيام رمضان من جهة، ومن جهة بيان فضل ليلة القدر. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يتكلمون عن ليلة القدر وفضلها والأعمال الخاصة بها في كتاب الصيام. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، هذا الحديث لبيان مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف وإن كان متعلقا بالمساجد لكن العلماء يريدونه في كتاب الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر اعتكافه اعتكافه في رمضان، فلما ناسب كونه في رمضان ناسب أن يذكر في الصيام. ولا يشترط عند فقهائنا أن يكون الاعتكاف في صيام ولا أن يكون في رمضان، وإنما يستحب له صيام ويستحب أن يكون في رمضان ويستحب أن يكون في واحد من المساجد الثلاثة. والفقهاء يقولون إن الاعتكاف أقله ولو ساعة، فيجوز ولو ساعة، ولا يلزم أن يكون نهارا كاملا أو ليلة كاملة. والاعتكاف نوعان: نوع اعتكاف بنذر واعتكاف بدون نذر، والتفريق بينهما مهم، لأن الاعتكاف الذي بنذر هو الذي يكون فيه الاشتراط، فإن لم يشترط وخرج فإنه يكون قد انقطع ولزمه إعادته. وأما الاعتكاف الذي يكون بدون نذر وهو أفضل، لأن النذر إنما يؤخذ من مال البخيل، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النذر أنه مكروه ابتداء ولازم استدامة بعد ذلك. الاعتكاف بدون نذر هو المستحب، ولكن لا يكون فيه شرط، فمهما فعل فيه المسلم من خروجه من المعتكف وهو المسجد فإنه ينقطع اعتكافه، وله أن ينشئ اعتكافا بعد ذلك جديدا. نعم. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من باب الإشارة إلى أن أفضل المواضع التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا الاعتكاف عليها، كما في المناظرة بين ابن مسعود وحذيفة المشهورة. وهذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهو أن شد الرحال للتعبد لا يكون إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة فقط دون ما عداها، ولو كان المكان شريفا في نفسه فإنه لا يشد الرحال إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط، وما عداها فلا يجوز شد الرحال إليها. بذلك نكون قد أنهينا كتاب الصيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.